باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أتابع معكم بمشيئة الرب محاضراتنا في الرد على الأريوسيين وعلى سوء استخدام بعض الآيات من الكتاب المقدس، ولنأخذ في هذه الليلة الآية التي تقول عن معرفة ذلك اليوم وتلك الساعة إن ولا الابن لا يعرفه لا أحد من البشر ولا ملائكة الله في السماء، دي في متى 24:36، ولا الابن أيضا في مرقس 13:32. عايزين نشوف الكلام ده معناه ايه. فهل الابن يعرف تلك الساعة أم لا يعرف؟ النقطة الأولى التي أحب أن أقولها هي إن الابن يعرف تلك الساعة، وسأعطيكم أمثلة من كتابات أثناسيوس الرسولي وإيلاري أسقف بواتييه وباسيليوس الكبير إلى آخره وغريغوريوس النيازيانسي. الابن يعرف تلك الساعة لأنه أقنوم المعرفة، اللوغوس هو اللوغوس، وكلمة اللوغوس معناها عقل الله الناطق ونطق الله العاقل. فإذا كان عقل الله الناطق لا يعرف، فمن إذن يعرف؟ فهو يعرف باعتباره أقنوم المعرفة، وهو يعرف أيضا بحسب ما قيل عنه في رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي إصحاح 2:3، المسيح المخبأ فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة، المخبأ فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة. فإذا كان مخبأ فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة يبقى لابد أنه يعرف. هو يعرف ذلك اليوم وتلك الساعة لأنه اليوم الذي سيأتي فيه ليدين العالم، فمن غير المعقول أنه لا يعرف يومه، وليس من المعقول أنه يعرف يوم صلبه، مثلما قال للآب إن هو ذا اليوم قد اقترب مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، وكما قال نبوآت عن اليوم الذي سيصلب فيه، قال بعد 3 أيام سيصلب ابن الإنسان لأيدي القوة إلى آخره. من غير المعقول أن يعرف يوم آلامه ولا يعرف يوم مجده الذي يأتي فيه على سحاب السماء ومعه الملائكة القديسون وأرواح الأبرار. فهو يعرف نهاية العالم. لماذا؟ لأنه قيل عنه وهو قال عن نفسه إنه هو البداية والنهاية وهو الألف والياء. فإذا كان هو البداية وهو النهاية فهو يعرف متى يبدأ ذلك اليوم ومتى ينتهي فيه هذا العالم، لأنه يعرف بداية كل شيء وكل نهايته. وبصفته الخالق كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، فهو يعرف طبيعة خلائقه والمدى الزمني الذي تستطيع أن تحيا فيه ومتى تكون نهايتها. يعرف أيضا لأنه قال إنه لا يعرف أحد الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. فهو إذن يعرف الآب، فإذا كان يعرف الآب يبقى بالتالي يعرف ما في فكر الآب وما في تدبير الآب،
إن كان يعرف الآب فكيف لا يعرف اليوم؟ وهل معرفة اليوم أو الساعة أكبر من معرفة الآب؟ طبيعي أن الذي يعرف الأكبر يعرف الأصغر. أنه يعرف الآب دي جت في متى 11:27، كذلك في يوحنا 16:15 قال كل ما للآب هو لي، كل ما للآب هو لي. ما دام كل ما للآب هو له، إذن له المعرفة التي للآب، وله التدبير الذي للآب. كل ما للآب هو لي، ولم يستثني من كل ما هو للآب شيئا من معرفة ذلك اليوم أو تلك الساعة. أيضا قال أنا في الآب والآب فيا في يوحنا 14، أنا في الآب والآب فيا. فإذا كان الآب فيه يكون علم الآب فيه أيضا، وإذا كان هو في الآب يكون أيضا في معرفة الآب وفي تدبير الآب. وإن كان الآب يعرف فلا بد أن الابن أيضا يعرف، وبخاصة لأنه قال أنا والآب واحد. فما دام هو والآب واحد في الجوهر وبالتالي في المعرفة، إذن لا بد أن يعرف ما يعرفه الآب. إن كان الآب قد عين ذلك اليوم الأخير بحكمته، فالابن هو حكمة الآب، كما ورد في كورنثوس الأولى 1:23-24 إن هو حكمة الله وقوة الله. فما دام هو حكمة الله يبقى هو الحكمة التي عينت موعد ذلك اليوم وموعد تلك الساعة. وإذا كان الآب يدبر بحكمته وحكمته هي الابن، يبقى طبيعي أن الابن يعرف. دي أول نقطة. تاني نقطة، هل الابن يجهل شيئا؟ لا يمكن أن الابن يجهل، وإلا يكون هذا نقص فيه وضد لاهوته، وطبعا هذا ما يقصده الأريوسيون، وإلا يكون هذا أيضا عدم مساواة بينه وبين الآب، أن الآب يعرف ما لا يعرفه الابن. والكنيسة من أجل كل هذه الشكوك قالت إنه مساوي للآب في الجوهر. ولكن ينبغي أن نعرف لغة الكتاب واستخدام الألفاظ اللاهوتية وكيف تكون. فمثلا كثيرا ما كان الابن يسأل كأنه لا يعرف، وهو يعرف إجابة سؤاله. فهو مثلا قد سأل عن لعازر وقال أين دفنتموه، أين وضعتموه؟ وطبيعي كان يعرف أين هو، فذلك الذي كان يعرف أين توجد روح لعازر وكيف يأتي بها لتتحد بجسده، ألا يعرف أين يوجد الجسد؟ ومعرفة مكان الروح أصعب من معرفة مكان الجسد.
لكنه قال أين وضعتموه عن لعازر وهو يعرف. القديس غريغوريوس النيازيانزي يقول هو بناسوته قال أين وضعتموه، وبلاهوته أقامه من الأموات. إذن هناك أشياء تنسب إلى طبيعته البشرية هنيجي نتكلم عنها. سأل عن لعازر أين هو وأين وضعتموه وهو يعلم مكانه ويعلم مكان روحه، دي في يوحنا 11:34. وسأل أيضا كم عندكم من الخبز في معجزة الخمس خبزات والسمكتين وهو يعرف. يعني هل هذا الذي استطاع أن يشبع آلافا من الخمس خبزات والسمكتين ما يعرفش كم عندهم من الخبز؟ لكنه يسأل كأنه لا يعرف وهو يعرف. وعندما قال لبطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء، كان يعرف الإجابة، لكن السؤال لم يكن دليلا على جهل بمعرفة، إنما استدراجا له ليعبر عن محبته، إعطاءه فرصة يعني، أو نوع من التوبيخ ليه لأنه أنكر. أو مثلا عندما سأل التلاميذ وقال ماذا يقول الناس عني إني أنا ابن الإنسان في متى 16، كان يعرف تماما ماذا يقول الناس عنه. وحينما سأل سؤالا آخر وأنتم ماذا تقولون عني، كان يعرف الإجابة التي سيجيب بها بطرس، بدليل قال له إن لحما ودما لم يعلن لك، ولكن أبي الذي في السماوات هو اللي أعلن لك. إذا كان عارف بهذا الإعلان الإلهي مع أنه سأله. فهو في أحيان كثيرة يسأل كأنه لا يعرف وهو يعرف. بل أحب أن أقول إن الآب نفسه استخدم هذا الأسلوب، فقال يا آدم أين أنت وهو يعرف أين هو، وقال له هل أكلت من الشجرة وهو يعرف أنه أكل، وقال لقايين أين هابيل أخوك وهو يعرف أنه قد قتل هابيل، بدليل إن قال له صوت هابيل أخيك صارخ إلي من الأرض، ومع ذلك سأل كأنه لا يعرف وهو يعرف. إذن هي مسألة في سياسة الإعلان أو الإخفاء، واستخدام سؤال طريقة السؤال أو غيره. بل إن هناك أشياء عجيبة جدا. الآب نفسه يتكلم كأنه لا يعرف وهو يعرف.